إنجاز عمل كبير للناس للمصريين. نتكلم على لأول مرة يكون في مصر شبكة للقطار الكهربائي السريع. أنا اللي بحيي حضرتك وبحيي جميع المواطنين وجميع الشركات اللي هي بتعمل معانا والدعم اللي احنا بناخده من كل الناس اللي حوالينا دلوقتي النهارده في هذه المشاريع. النهارده كده فكرة عن الشبكة بالكامل، وبعد كده هنتكلم على العاصمة وعلى المحطة. اتفضل فندم. هو احنا عندنا يعني شبكة القطر السريع، احنا عندنا حوالي 2000 كيلو متر في الخط الاول اللي احنا شغالين فيه حاليا دلوقتي اللي احنا واقفين عليه دلوقتي ومتواجدين هنا هو في المحطه العاصمه، ودي تعتبر محطه مركزيه بالنسبه لنا. طوله حوالي 675 كيلو. الخط دوت المحطه بتاعه العاصمه ديت هتعتبر محطه تبادليه بينها وبين القطر الكهرباء الخفيف اللي احنا حاليا دلوقتي وصلنا بيه لغايه محطة الفنون والثقافة اللي هي داخل العاصمة الإدارية. هياخد من العاصمة الإدارية المرحلة الثالثة اللي احنا شغالين فيها حاليا، ويمكن حضرتك شفت الأعمدة باينة هناك هي بتاعة الخط موجودة. هناك دي. دي محطة ال ار تي. فالنهارده هيقدر الراكب ان هو يوصل من قلب محطة عدلي منصور يوصل هنا لغاية العاصمة والقطر السريع محطة العاصمة، محطة القطر السريع في العاصمة. النهارده الخط دوت حوالي 23 محطه، احنا شغالين فوق 21 محطه، وفي 2 محطه عاملين حسابهم ان هم يبقوا مستقبلين لما يبقى في تجمعات سكنيه موجوده في المنطقه دي. بصراحه لما بدانا نفكر في قطار كهربائي او شبكه القطارات القطار الكهربائي السريع في مصر، الفكره نفسها والله فاضل الفكره نفسها تعتبر يعني احنا اتاخرنا فيها قوي. احنا النهارده في دول كتير سبقتنا في هذا الكلام. احنا كنا متخيلين ان احنا سباقين يعني. لكن الفكره النهارده انا النهارده لما نقول ان شبكه المواصلات في مصر عايزين الشبكه دي تتطور، ما اقدرش اقول انها هتطور الطرق بس. النهارده طب البضائع دي كلها هتتنقل ازاي؟ انا ما اقول انا بطور ايه، بطور طرق، بطور مواني، بطور سكه حديد. بطور شبكه النهارده تبقى صديقه للبيئه. فالنهارده لازم اطور كل الانواع، بطور المواني نفسها ك يعني حتى سفن ومراكب كل الكلام ده كله. فانا النهارده لازم بطور المنظومه دي، هي المنظومه دي اللي بتجيب لي استثمار، وهي دي اللي بتخلي النهارده لما واحد يجي يقول لي والله ده انا هستثمر في المينا عندك اقدر انقل بضاعتي ازاي؟ اول سؤال بيساله انا جيت النهارده حطيت بضاعتي، طب هنقلها بقى ازاي؟ هوصلها ازاي؟ هجيبها من البحر الاحمر للبحر الابيض ازاي؟ هو ده اهم اسئله. فالنهارده لما بيجي بيلاقي النهارده شبكه كهربائيه صديقه للبيئه، العالم كله النهارده بيتجه ليها. واللي ما لحقش بيحاول يلحق باقصى سرعه، زي ما احنا دلوقتي بنحاول نضغط زمن تنفيذ المشروع علشان نقدر نلحق ونقدر نواكب التطور اللي حصل في العالم كله. ده التفكير اللي احنا جالنا ان احنا النهارده لازم نكون مواكبين لكل التطور اللي بيحصل في المنطقه. طيب خلينا الخبرات اللي احنا استفدناها، احنا اول مره ندخل في هذه المشروعات الحديثه استفدنا ايه؟ ايه اللي اتنقل لنا من خبرات؟ لو انا بتكلم حتى على السكه الحديد، بتكلم على فلنكات بتاعتنا القديمه. هل ده مختلف عنها ولا لا؟ احنا حضرتك بتعمل ازاي؟ احنا حضرتك النهارده لما جينا نفكر في ان احنا نعمل هذه الشبكه. طبعا هو كلها بالنسبه لنا معلومات جديده خالص. جبنا من حيث انتهى الاخرون. مين احسن شركه في العالم النهارده بتنتج القطارات وبتشتغل في هذه المنظومه؟ شركه سيمنز. كويس. طيب يبقى احنا نتوجه لهذه الشركه. مين احسن مكتب النهارده استشاري في مجال النقل؟ سيستم. كويس. نجيب سيستم. مين النهارده الناس اللي هي شركات وطنيه مصريه اشتغلت في هذا المجال وعملت مشاريع يعني نفخر بيها كمصر؟ نجيب المولين عرب، نجيب اوراسكوم، نجيب الشركات المصريه اللي شغاله معانا، نجيب سياج. في شركات كتير جدا، لو قعدت اقول لحضرتك احنا عندنا في هذا المشروع اكتر من 25 شركه شغاله رئيسيه غير شركات الباطن اللي موجوده وموجودين معانا، كل دول شركات مصريه. كويس. غير شركه سيمنز. فاخذنا طبعا من هذه الشركات وقعدنا معاهم وقعدنا ندرس الموضوع دوت فنيا بطريقه يعني علميه نوصل لايه. وصلنا بقى قدرنا نوصل في الاخر ان احنا جبنا النهارده الجسر ده حضرتك لما كان بيجي يقول نعمل الجسر التراب ده نقوم يقول لك لا هات مثلا مش عارف شركه ايه الفرنسيه هي اللي تعمله. النهارده اللي بيعمل الجسر دوت التراب ده بتعمله الهيئه طرق والكباري. المصريين. كويس. هم اللي بيعملوا دول. دول اولنا المصريين. اللي كانوا شغالين معانا في الطرق.
النهارده البازلت، لا ده البازلت ده كان بيجي مستورد اصلا، ده نوع خاص ويتكسر عنده جهد معين وليه مواصفات وليه وليه وكان طبعا طبعا ده مش نفس البازلت اللي مستخدم في القطر العادي. ليه؟ الاجهاد بتاعه النهارده لما بيحصل النهارده احتكاك معانا في نتيجه واهتزازات نتيجه القطر اللي هو ماشي، اللي بيمتص الاهتزازات ده هو البازلت. نعم. فالبازلت بتاعي دوت هو ده اللي ممكن ممكن بعد كده يبقى بودره. نعم. لو ما كانش بالمواصفه المطلوبه. نعم. فالنهارده لفينا كل محاجر مصر لغايه لما قدرنا ان احنا نجيبه ونوفر البازلت اللي هو الموجود من هنا. من هنا من مصر. لا يعني مش موجود عندنا كان لازم نستورده؟ لو ما كانش كان موجود كنا هنستورده. لو ما كانش موجود كنا هنستورده، ملوش حل. نعم. النهارده الفلنكات، طب الفلنكات دي لما جينا قال لك لا الفلنكات بتاعت القطر السريع انتوا ما عندكمش قطر سريع ولا عندكم مصانع فلنكات. نعم. ده الفلنكه دي عرضها 2 متر 60 واللي في القطر العادي 2 متر 40. يبقى لازم هتغير كل المصنع. نعم. وتغير طريقه المعالجه، مش هتتحمل كمان السرعات مش كده؟ مش هتتحمل السرعات وطريقه تصنيعها وطريقه مواصفاتها مختلفه تماما، يعني دي مختلفه عن اللي موجود عندنا على خط سكه الحديد العادي 100%. 100% حضرتك جايبينها منين وعملناها ازاي؟ هنا بقى دخلنا برضو استوردنا؟ لا ما استوردناش. استوردناش. لا لو استوردنا ده كنا هندفع كتير قوي يعني. طبعا احنا عندنا يعني اكتر من 3 مليون فلانكة يعني. 3 مليون في الخط الاولاني. لا 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 معلش انا اسف. لو كنا هنستورد لو هندفع كتير قوي 3 مليون دول؟ كنا هندفع كتير يعني. انت لو كنت بتقول ان الفلانكة كانت بتيجي من بره 100 يورو. 100 كويس 100. فطبعا ده كان رقم كبير جدا بالنسبة لنا. نعم. عملنا احنا ايه بقى؟ جبنا المصانع عندنا من الناس اللي هي متمرسه في صناعه الفلنكات، شركه سيجوارد تبع لقطاع الاعمال، شركه ليها باع طويل في مجال الفلنكات وبدات فعلا وكانت هي سباقه انها استوردت مصنع النهارده جديد خالص وانشات مخصوص لهذا الموضوع وانشات مصنع جديد خالص لهذا الموضوع والمصنع بدا انتج وهي دي الفلنكات بتاعتنا اتعملت عليها كل الاختبارات كويس. المطلوبه والحمد لله نجحت والنهارده ان احنا النهارده مش محتاجين ان احنا نستورد. نعم. حاولنا في وقت من الاوقات نجيب من ايطاليا ونجيب من فرنسا كانت اشكاليه كبيره جدا. نعم. بالنسبه لنا لكن الحمد لله الموضوع ده حليته النهارده حلينا ده اول مصنع كويس. جبنا بعد كده مصنعين تانيين يتبعوا شركات وزاره النقل وفي شركه الصيانه الذاتيه وشركه والشركه القابضه برضه جابوا مصنعين عشان الانتاج ما انا برضه محتاج كميات كبيره فانا عندي كميات طب انا محتاج هنا 3 مليون الخط الثاني محتاج قد ايه؟ يعني لو قلنا الخط ده 675 والثاني 1100 يعني الثاني ضعفه تقريبا يعني محتاج كمان 6 مليون ولا حاجه بالظبط نعم تمام فالنهارده انت عايز تقريبا اجمالي في حدود 10 11 مليون على مدار بقى مثلا 3 سنين 3 سنين في السنه انا عايز مصنع واحد يعملهم لا انا جبت حوالي النهارده احنا متعاقدين زي ما بقول لحضرتك كده دول 3 مصانع وكمان مصنعين من القطاع الخاص فانا عندي دلوقتي 5 مصانع متعاقد معاهم بينشأوا جديد يزيد من اول النهارده ارض ده في حاجه واحده بس فلنكات ده استثمار جديد خالص اتفتح في مصر كويس. اللي هو استثمار الفلنكات اللي هو اللي موجود عندنا طب التسليح اللي هو اللي موجود جوه الفلنكه ده برده كان بيستورد بيجي جاهز بصواميله وبحاجته برده دلوقتي بنشوف السوق المحلي النهارده مع شركه زي شركه السويد النهارده بتعمل مصنع انها تعمل بي سي ار اللي هو مصنع مخصوص ايضا عظيم كل ده بيوفر معانا كل ده شغل كل ده استثمار شغل فرص عمل خبره وخبره دي حاجات مكتسبه نعم. بالنسبه لنا ده في المجال الحاجه الصغيره اللي هي زي ما بنقول كده الأطبان. طيب الاطبان احنا بنستوردها ولكن الحالي الاطارات الحاليه ولا ليها اطبان لا برضو اطبان مخصوصه مختلفه ودي احنا بنستوردها وان شاء الله المصنع بتاع السويس بقى لما باذن الله عن قريب يعني المفروض يكون في السنه الجايه نقدر ناخد الاطبان لباقي الخط نعم. احنا طبعا مش هنعطل دلوقتي نضطر نستورد الكميه اللي بنشتغل بيها وبعد كده لما نكمل الشبكه يكون المصنع ان شاء الله مش هوقف لازم اكمل ما انا كده انا هقف خالص مش هعمل حاجه نعم فلكن انا طبعا مطلوب مني ان انا اسلم كل شهر سيمنز 40 كيلو يبداوا يشتغلوا فيهم علشان هم بيستلموا مني اللي بيحصل ان انا بالظبط كسيكونس عمل هنا انا بشتغل اول الجسر والبازلت وبعد الجسر وبورد البازلت دوت وبورد الفلنكات كويس شركه سيمنز بتيجي او التحالف يعني بيجي ياخد مني الحاجات دي يستلم مني موقع. طبعا على المواصفه بتاعته مظبوطه وان هو الكلام ده محققه واجهادات وكل حاجه هل ليهم اي ملاحظات في الحاجات اللي استلموها لحد النهارده ولا لسه الحمد لله لحد دلوقتي احنا يعني ما فيش ملاحظات تذكر يعني حاجه رئيسيه ملاحظات بسيطه يعني اللي بتتعمل وبتتلافى والناس بتستلم وتشتغل فما عندناش مشكله معاهم في هذا الموضوع بداوا يستلموا فعلا قطاعات من هنا لغايه السخنه ومن هنا لغايه محمد نجيب برضو المحطه اللي بعدنا وبداوا يشتغلوا على الارض وبداوا يركبوا السكه بتاعتهم والاعمده دي اعمده بقى الكاتينري اللي هيركب عليها
سلوك الكهرباء او الاتصالات برضو شبكه الاتصالات بتاعتنا علشان نقدر نشتغل بالخط. طبعا الامدان دي برضو احنا مصنعينها هنا هو في مصر. ست لو شريف شرفتنا، الله يخليك، بشكرك شكرا جزيلا.